زوج البتول أخ الرسول وركنه، أعني علي العالم الرباني. سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة، أيما بنياني واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني. أكرم بفاطمة البتول وبعلها، وبمن هما لمحمد صفتان غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى لسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. والويل والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان. ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران. لسنا نكفر مسلما بكبيرة، فالله ذو عفو وذو غفران. بالتاريخ أسلحة بها كنز ثمين، كالشمس تشرق في نفوس الناس تسطع بالحنين. سنعود بالدنيا إلى زمن الصحاب الراشدين، ونمر عند بني أمية نبتغي بوح السنين. سنرى بني العباس كيف استجلبوا النصر المبين، ونزور أندلس الحضارة والرجال الفاتحين. وسنقرأ الأيام في شغف ونسمو باليقين، في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، أسلحة بها كنز ثمين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أسلحة ثلاثة من التاريخ. طبعا تكلمنا في الحلقة الماضية عن يعني أواخر عهد عثمان بن عفان في سنة 35 من الهجرة، لما تم حصاره في منزله وفي بيته، كيف تم الحصار إلى أدى هذا الحصار نهايته إلى استشهاده رضي الله عنه وارضاه شهيد القرآن عثمان بن عفان. حصار دام 40 يوم. المهم تمت بعدها مبايعة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وطبعا يعني جاءت خلافته في فترة حرجة جدا فيها اختلاف وفرقة بين المسلمين، كانت فترة حرجة كثيرة جدا، ويعني اللي زاد هذا الأمر يعني حراجة الموقف زادت بسبب طبعا الاختلاف اللي حصل يعني بين طبعا معاوية بن أبي سفيان من الصحابة الكرام، وطبعا أيضا الصحابة الجليل، يعني عندك يعني الخلاف اللي صار بين الصحابة علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ويعني معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وأبو موسى الأشعري، يعني الأمور التي حصلت. بس إيش سبب هذا الخلاف؟ إيش سبب هذا الخلاف اللي حصل؟ طبعا الخلاف سبب بعد مقتل واستشهاد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، يعني هو خليفة المسلمين، كان قتلة عثمان لا يزالون أحرار وطلقاء موجودين، ما تم القصاص منهم، وبدأت الأصوات تطالب بالقصاص ثأرا لدم عثمان، بأن نبغى ننتقم نثأر من هذا الدم، وخصوصا معاوية بن أبي سفيان. ليش؟ لأنه من بني أمية وهو من أبناء عمومته، يعني عثمان بن عفان من أبناء عمومته كلهم من بني أمية، فكانوا يعني يبغى إنه القصاص والثأر من قتلة عثمان. ويعني قتل كانوا علي بن أبي طالب كان يشوف لا صعب إن نقتص الآن منهم، لأنه ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، هم بالآلاف، هم مجموعة قبائل، فيعني عددهم بالآلاف. كان أول المطالبين زي ما قلنا معاوية بن أبي سفيان، ولا يزال مصر بهذا الطلب، وبدأت الأمصار تبايع علي بن أبي طالب، إلا معاوية بن أبي سفيان ما رضى إنه يبايع. طب ليش ما رضى إنه يبايع؟ طبعا ما رضى إنه يبايع عشان مش بعض المخطئين يقول والله بسبب إنه كان يبغى الخلافة، لا طبعا كان لم يبايع لأنه يريد القصاص أولا، قال نحن نطالب بالقصاص بعد القصاص نبايع على طول، لكن قبلها لا.
فهذا اللي حصل، هذا اللي زاد الاختلاف، يبغى القصاص من قتلة عثمان. وسيدنا علي زي ما قلنا كان يريد انه يعني يؤجلها، انه بحيث انه لانه نص الجيش ونص اللي معاه هم من قتلة عثمان كانوا معاه في المدينة، فمن الصعب حتصير فتنة كبيرة. وكان يعني اختلاف وجهات نظر كمان يعني زي ما نقول. ومن هنا سلاحنا اليوم اختلاف هذا الرحمة، اختلاف رحمة يعني يعني اللي يعتبره كثيرين أمر سيء، هذا الاختلاف شيء سيء وهذا شيء ما هو كويس وهذا شيء يعني جانب قبيح وما هو تمام. بالعكس بالعكس، هو سلاح إيجابي إذا عرفنا الحكمة منه، إذا عرفنا كيف نستغله استغلال جيد وبشكل راقي، إذا عرفنا كيف نستخدمه بشكل راقي. يقول الدكتور عبد الكريم البكار: وزع الله المواهب والقدرات على نحو متفاوت بين الأفراد. ليش؟ ليحصل التنوع والتكامل. هذا الاختلاف فيه تنوع فيه تكامل، زي ما قال اختلاف رحمة دائما نقول. المهم سيدنا ابن أبي طالب نرجع له، قلنا أن معاوية رفض أن يبايع، وهذا زاد الأمر سوء طبعا وحرج بين المسلمين، وزاد الأمور تعقيد على علي خروج طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام مع طبعا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين. والمطالبة كلهم طالبوا بالقصاص، مطالبتهم بالقصاص هذا زاد الأمر سوء، لأنه خرجوا على علي بن أبي طالب وبدأت يعني كثير طبعا بقتال بعض القبائل، بدأ يعني طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام بقتال بعض القبائل وبدأوا يقتصوا منهم، اللي شاركت طبعا في قتل الخليفة عثمان بن عفان، وخرج إليهم علي بن أبي طالب عشان يعودوا صف واحد يتحدوا مرة ثانية. فهنا عشان لا تشتت الكلمة واتفقوا على الصلح، وفعلا كان سيتم الصلح بين اللي هو طبعا علي بن أبي طالب ومن معه وطبعا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. لكن اللي حصل فتنة من جديد، معسكر يعني قاموا بالاختلاط، اللي هم المتآمرين قاموا بالاختلاط بين المعسكرين، معسكر علي ومعسكر طلحة والزبير بن عوام، وخلوا هيجوا الناس في القتال بين يعني أوقعوا بينهم. فكانت موقعة الجمل سنة 36 من الهجرة، وسميت الجمل لأن أم المؤمنين عائشة كانت فوق الجمل فوق الهودج، والقتال كثر حولها وزاد الأمر سوء وتعقيد في تلك الفترة. واستشهد في هذه الموقعة طلحة بن عبيد الله وهو من عشر المبشرين بالجنة، والزبير بن عوام وهو أيضا من عشر المبشرين من الجنة. ويعني كانت أمور محزنة حقيقة يعني في تاريخنا. وطبعا أعاد سيدنا علي بن أبي طالب أم المؤمنين عائشة معززة مكرمة إلى الحجاز. في هذه الأثناء كانت الأمصار باقي البلاد في عالم بلاد المسلمين تحت كلمة واحد مع علي بن أبي طالب، إلا بلاد الشام اللي هو معاوية بن أبي سفيان، لأنه معاوية بن سفيان هو كان والي تابع لعثمان بن عفان في الشام، فهو اللي هناك فقط لم تتم المبايعة. قلنا ما بايع لأنه يريد الثأر من قتلة عثمان والقصاص، فاضطر علي للخروج إليه. فكانت موقعة صفين سنة 37 من الهجرة، وكانت بين علي بن أبي طالب ضد معاوية بن سفيان ومعه عمرو بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. واللي قتل فيها الصحابي جاي في هذه المعركة صفين عمار بن ياسر، اللي قال عنه النبي تقتلك الفئة الباغية، وكان الذي قتله بعض من جيش معاوية بن أبي سفيان. في هذه الأثناء أراد ملك الروم أنه يستغل الفرصة، قال لك يا عمي دول بيتقاتلوا مع بعض، خلينا إحنا نستغل الفرصة، مسلمين بيتقاتلوا بين بعضهم وهذول العرب تعبانا قاعدوا يفتحوا فتوحات وينتصروا علينا، خلينا إحنا نستغل هذه الفرصة. فبدأ يبغى يقاتل فيه عند الثغور. معاوية بن سفيان شاف الخبر هذا قال لك عمي أنا أوريك، أرسل على طول يعني لملك الروم، قال له والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين لنصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. هذا يدل على إيش؟ على أنه خلاف معاوية بن سفيان مع علي بن أبي طالب هو مجرد خلاف وجهات نظر، لكن مع بعضنا إحنا ضد يعني في إعلاء كلمة الله، إحنا مع بعض إذا اضطر الأمر إحنا سويين، إحنا كلنا صف واحد. هذا دليل على أنه اختلاف مجرد وجهات نظر، لكن مقدسات الأمة فوق كل شيء، إحنا كلنا نتحد مع بعض لأجل الله سبحانه وتعالى. فعلا اتفق الصحابة علي ومعاوية على وقف القتال ويصطلحوا، فكان التحكيم، وقرروا أن يكون التحكيم في العام اللي بعده في دومة الجندل. وفي هذه اللحظة ظهر اللي هم يسموهم الخوارج اللي انشقوا من جيش علي بن أبي طالب، قرابة 12 ألف كانوا يرفضوا التحكيم والصلح مع معاوية، يعني كانوا خوارج. وذهب علي إلى الكوفة واستقر هناك، وخرج الخوارج لإحدى القرى اللي هي طبعا حروراء وبقوا هناك. وطبعا معاوية بن سفيان قلنا استمر في الشام، وفي سنة 38 من الهجرة خرج علي بن أبي طالب لقتال هؤلاء الخوارج، وقتل منهم وهرب الكثير يعني، وهرب منهم البعض وتفرقوا. فكان التحكيم بعدها في دومة الجندل، وتصالح الطرفين على أن يبقى معاوية في الشام ولا يتدخل فيها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين كرم الله وجهه. وفي 16 من رمضان، 16 من رمضان
سنة 40 من الهجرة بالتحديد قام الرافضي ابن الملجم بقتل سيدنا علي بن أبي طالب وهو يخرج من المسجد يعني بعد أن يؤم المصلين في صلاة الفجر في الكوفة. ويعني حاول اثنين آخرين أيضا من الروافض أنهم يقوموا بهذا العمل، قالوا خلينا نخلص أيضا كمان علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص في يوم واحد، ولكن لم يتمكنوا إلا من يعني قتل واستشهاد يعني استشهد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وصل خبر مقتل علي إلى معاوية فبكى بكى يعني بكاء شديد حتى شافته زوجته عاتكة تقول له يعني إيش أتبكيه وقد قاتلته؟ قال والله ويحكي إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل ومن الفقه ومن العلم. وكان يبكي بكاء شديد على مفارقته. ويعني في الأخير طب إحنا مستغربين يعني هذا كانت قاتلوا مع بعض وشوية يبكوا عشان بعض ويحبوا بعض ويتحبوا إيش إيش كلام هذا؟ وبعدين إحنا إيش نتشيع لأجل علي بن أبي طالب ونكون من شيعته، ولا إحنا نجلس إيش 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 نكون إحنا؟ فإحنا طبعا نقول كما يقول الشاعر يعني أبيات جميلة يقول أنا سني وآل البيت بيتي وبحب الآل أحببت الصحابة لأبي بكر وللفاروق أسدي ولذي النورين أشواقا عذابا وعلي نعم للمختار صهرا طابت الزهراء إيمانا وطاب ونساء المصطفى لي أمهات فاكتسيت المجد تاجا وإهابا دعوتي في حب آل البيت بر وفلاح فاقرأ عنها الكتاب لا أغالي في ولائي أو أجافي أنا سني أنا سني قد صغت الجواب. إيش الرقم ده؟ 8. هذا 7. 8 بالنسبة لي و7 بالنسبة لك. يعني وجهة النظر تختلف. طبعاً بيني وبينك. إيش هذا الرقم اللي شايفه؟ رقم 7. شيخ هذا رقم 8. 8 بالنسبة لك بس بالنسبة لي 7. أنا. كم ده الرقم؟ 7 ممكن 8. حلو، يعني في اختلاف وجهات نظر عادي، في يجي احتمالين ممكن يجي 8 بالشكل هذا وبيجي 7. والاختلاف فعلا رحمة، الحياة عبارة عن اختلاف، كل شيء اختلاف، شمس قمر ليل نهار حر برد صيف شتاء، كله كله عبارة عن تناقضات واختلافات. هذه هي هذا هو الكون. الكون عبارة عن كائنات متنوعة وكائنات مختلفة. احنا عندنا طبعا يعني الآية ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، شوفوا الاختلاف، مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. الاختلاف، شوفوا كلمة مختلف، الاختلاف هذا كل شيء، الاختلاف أهم حاجة. يعني لاحظ يعني خلينا نلاحظ اختلافنا نحن البشر في أنفسنا، الاختلاف موجود. يعني لون البشرة، البصمة، نبرة الصوت، صوتي أنا ما في حد زي صوتي يعني دائما، الاختلاف الاختلاف موجود دائما. يعني حتى المصور برضو مختلف، ما هو زي الفريق اللي موجودين هنا كلهم مختلفين. فالاختلاف هذا 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 البشر كلنا مختلفين، حتى الاهتمامات الأذواق الميول الرغبات الرياضات، واحد كل واحد يلعب رياضة اللي تعجبه. الاختلاف هذه الحياة كلها عبارة عن اختلافات، الثقافة اللغة المستوى الاجتماعي كل هذه كلها اختلافات، الأفكار حتى الأديان مختلفة، الجنسيات مختلفة. الاختلاف الاختلاف هذا يعني آية من آيات الله. الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فالكون كله قائم على الاختلاف. خلونا نشوف كمان عناصر الكون من حولنا، عناصر الكون يعني تخيلوا لو أنه كل عناصر الكون على حالة واحدة من حالات من حالات المادة على ما يقولوا، يعني تخيلوا الانصهار، انصهار المواد يعني أو درجة حرارتها دائما تنصهر عند درجة حرارة واحدة مثلا، يعني إما الكون كله حيكون على حالة غازية أو إما الكون كله حيكون على حالة سائلة أو إما الكون كله في حالة جمود جامدة. لكن الاختلاف هذه تختلف عن هذه، فهذا اللي كون الحياة. عشان كذا أنا أقدر أمسك أشرب موية هذا حالة سائلة، أقدر يعني طبعا استنشق الهواء هذا غاز، أقدر أمشي على الأرض هذه طبعا الحالة الجامدة. فشوفوا التنوع، يعني خلينا نتخيل نخرج في الشارع احنا الان، نخرج خلينا في الشارع نطالع لقيت السيارات ماشية، افرض لقيت سيارة نفس اللون، السيارات الناس كلها نفس اللون ونفس الشكل نفس الموديل، اجي اطالع في صاحب السيارة عشان ادق البور يقول له بعد لي شو، الاقي نفس الرجال نفس الشكل كلنا نفس الاشكال، اطالع فيه نفس الحلاقة ونفس الشنب ونفس كل شيء نفس الشيء. لا طبعا احنا نختلف، الاختلاف أحلى ما في الكون، مو حلو يكون كل شيء زي بعض. إحنا كمان في كإعلاميين في مجال الإعلامي نعرف إنه في الصورة
الجرافيكس والمونتاج وعمل الفيديو. الصورة عبارة عن ثلاث ألوان، اتحاد ثلاثة ألوان، الريد والجرين والبلو، أحمر وأخضر وأزرق. هذه هي الألوان، أحمر وأخضر وأزرق. أي شيء في العمل الإعلامي حيكون يعني الألوان إجمالا اتحدت مع بعضها فكونت باقي الألوان. ما جلس والله اللون الأحمر يقول شوف أنا قلت لوحدي ما انضم مع أحد، لا، لأنهم اندمجوا مع بعض، لأنهم اتحدوا مع بعض، صار فيه يعني اندماج بينهم من اختلافهم، اندمجوا مع بعض كونوا يعني هذه الألوان على في الحياة اللي بنشوفها. فلو جلس كل لون لحاله كان طبعا شيء مختلف. وعلى ما يقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، كان يقدر يخلينا كلنا، ولكن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، لذلك خلقهم رحمة بهم، والرحمة من خلال اختلافهم، الاختلاف النافع. سلاحنا اليوم ممكن يكون أكبر نعمة علينا ولينا ولصالحنا، ممكن يكون يا لطيف أكبر مصيبة وبلوى علينا، هذا الاختلاف. هو كده، هو كده حسب إحنا تعاملنا معاه مع الاختلاف. الاختلاف موجود، الاختلاف حاصل، موجود موجود، عجبنا ما عجبنا، إحنا مختلفين مختلفين، هو كده. يعني أنا شكلي شكل وحضرتك شكلك غير، وحضرتك كمان أختي الكريمة شكلي غير، كلنا هي كده الحياة، أشكالنا مختلفة. يعني بالله نقبل اختلافنا في الأشكال ونعيش مع بعضنا وأنا مبسوط عادي، أمي شكلها غير عني وأبوي شكله غير عني وعايشين مع بعض وكل شيء، وزوجتي مثلا شكلها غير عني، لكن ما أجي أقبل اختلاف الأفكار والآراء، فين يعني؟ هذا فعلا شيء خاطئ جدا. احنا نقبل الاختلاف بالأشكال وبكل شيء، نجي في الفكر لا نبغى نكون زي بعض، لا طبعا، لا طبعا، هذا غير طبيعي. يعني من اليوم كلنا حنختلف، لكن بإيش؟ بحب وبالتحام. بالتحام، كلمة التحام خلينا نستشعرها كذا. يعني زي ما قلنا الألوان، كيف لما في الألوان بتعطي البعض، بتلتحم مع بعض، أضافتنا أعطتنا الألوان، غير كذا ما فيش. فيعني من اليوم كلنا، الأب مع ابنه، الأم مع بنتها، الرجل مع زوجته، الولد مع صاحبه، وانت كمان أختي الكريمة البنت مع صاحبتك، خلاص دائما نبغى نخلي الاختلاف كده، باختلاف، باحترام، برقي، بأخذ أحسن ما عندك، تأخذ أحسن ما عندي، في تبادل منافع. فنختلف ونحط في اعتبارنا أربع شغلات. خلينا نخرج بس من دي الحلقة، نحط في بالنا أربع شغلات وقت الاختلاف. أول حاجة، التنوع والاختلاف ميزة وما هي عيب، يخلي الكون أجمل وأحلى. لازم نعرف، لازم نكون حافظين ده الشيء، هذا فعلا هو ده اللي مخلي الكون حلو وجميل. ثاني حاجة، نبحث مع الآخرين عن نقطة مشتركة، نشوف النقطة الاشتراك اللي بيننا، نشوف الدائرة فين تتقاطع ونتعامل بيها من خلالها. ثالث حاجة، ما نلغي الآخر، ما خلاص أنا موجود غيري لا أنت حط إكس عليه، لا، ما نلغي الآخر بل نحترم ونقدره، لأنه جمال الكون زي ما قلنا بالاختلاف. رابع حاجة وآخر حاجة، نختلف لكن بأدب، بحب، بتقدير وباحترام، نحب بالتحام. في الآيتين السابقتين تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. آية اليوم بعد أن اعترف الكفار بكفرهم وبتكذيبهم يعني وبقولهم بعد طبعا سؤال الخزنة لهم ألم يأتكم نذير، فكان ردهم بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. فاتبعوا اليوم بهذه الآية ويقولوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني فطبعا بدأوا بالندم وقولهم لو هذه فعلا يعني الكلمة المؤلمة، ندم ولو، لكن متى؟ بعد فوات الأوان، ليش ننتظر هذا الأمر؟ هذا قمة الضعف وقمة العجز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث طبعا الشريف، يقول المؤمن القوي، هنا قوة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طبعا وفي كل خير، بعدين إيش؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، العجز اللي بيقول عليه قمة الضعف والعجز طبعا، ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعل كذا، يعني يا ريت لو أني كذا، لو لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن الندم ولو ما يفيده
لا يفيد ابدا بعد العمل. العاقل اللي يعمل من الاساس، ما ينتظر، يستغل اوقاته اليوم، يستغل هذه الاوقات اليوم ويبدا بدار الاختبار في الدنيا، بدل من انه ينتظر دار الجزاء ودار النتيجه ودار زي يوم الشهادات. واحد يستنى يوم الشهادات يبدا يتكلم يقول يا ريتني والله لو اني كذا عملت، ويندم. طب ايش الفائده؟ العاقل من قبل الندم ولو في البداية، كما قلنا في الآية الثانية من تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الهدف من الدنيا اجتياز هذا الاختبار للوصول إلى الجنة. فإذا نتسلح بسلاحنا اليوم، سلاح الاختلاف. طب إيش علاقة الاختلاف في هذا يعني في موضوعنا في هذه الآية الآن؟ موضوع عن سلاح الاختلاف له طبعا علاقة قوية. إحنا نكون مختلفين عن هؤلاء الكافرين، نختلف عنهم بعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، وبأننا نصل ونتميز وننجح بوصولنا إلى الجنة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. هذا كان سلاح اليوم، نشوفكم على خير مع سلاح جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، كالشمس تشرق في نفوس الناس تسطع بالحنين. سنعود بالدنيا إلى زمن الصحاب الراشدين، ونمر عند بني أمية نبتغي بوح السنين. سنرى بني العباس كيف استجلبوا النصر المبين، ونزور أندلس الحضارة والرجال الفاتحين. وسنقرأ الأيام في شغف ونسمو باليقين، في مركب التاريخ أسلحة بها كنز ثمين، أسلحة بها كنز ثمين.